حنا الجداد تنديروها باش الفريق يلعب بجمهور ديالو، ولكن الا كانت شي فوق منك ما نقدرش نقول لك شي حاجه اللي نكذب عليك ولا نقول لك نجاملك ولا نجامل الجمهور مراكش يكونوا صراحه. حنا اللي علينا كنديرو وغادي نعاودو ندوزو على المقابله اللي جايه باش يكون الجمهور، ولكن كتبقى الصلاحيه ماشي لينا، كتبقى الصلاحيه للمدينه اللي بغينا نلعبو فيها مع السلطات ديالها. واش عندهم بحال دابا حنا نهضرو على خميس الزمامة، نهضرو بالواقع نهضرو على خميس الزمامة، غادي يمشي الكوكب ويمشيو الناس ديال العيون في المتاهة، واخا يكونوا الناس قلال ولكن الكوكب على الأقل غادي تكون معاه واحد 2000 ولا 3000 على الأقل. واش عندهم الناس الأمن اللي يقدروا يجيريو ديك 2000 ولا 3000 ذاك الملعب؟ تبقى الصلاحية لهم، هما اللي عارفين مدينتهم والناس الأمن ديالهم واش كافيهم ولا ما كافيهمش. حنا فوق من هادشي ما تنقدروش، حنا تنطلبوا وكانوا تدخلات مع السيد رئيس مع السيد عامل وسيب القشرطه هو تما، ولكن الصلاحيه كتبقى. حنا دابا تفاجئنا بالخبر، كيف تفاجئوا بكل شيء، ونتمنوا الله يكون خير، لانه حنايا كنشوفوا مقبلين على كاس افريقيا وكاس العالم. يعني واش غادي يكونوا بلا جمهور؟ راه ما يكونش بلا جمهور، الجمهور اللي غادي يجي غادي يجي من المغرب. يعني نتمنوا من الله يفكروا باش يكون هادشي اللي جاي راه في صالحهم، لا بالنسبه للامن ولا كذا، باش يكون واحد ان شاء الله الرحمن الرحيم يعرفوا كيفاش يجيروا طور الامور ديالهم. ديال 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 الساكنه ديال مراكش الكل تيحب الكوك مراكش، اينما مشيت في اي مكان يعني على مختلف الطبقات الشعبيه كل شيء تيطلب حاجه وحده هو السعودي. حنا هنا نلعبوا برا الميدان ما كاين بالنسبه لنا، حنا ماشي مشكل، يعني رقعه الميدان هي رقعه الميدان فيما مشي، يعني هو فهو ميدان للتباري، ميدان التباري ما يكونش عندك اوكي عامل جمهور كاين ماشي مشكل. يعني غادي بحال اللي قلت سالفا سنقاتل من اجل الفريق ومن اجل هذا الجمهور ومن اجل المجهودات اللي قام بها السيد الرئيس والاخوان كاملين والحاج والاخوان كاملين، يعني ومن هذا من اجل المدينه اللي خصها تكون في واحد المكانه اللي راقيه ويكون عندها فريق اللي راقي، لان هي مدينه عارقه خصها يكون عندها فريق كبير، ما يمكنش فريق كوكب مراكش يكون فيها. يعني حنا كلنا طموح يعني وكلنا ثقه نمشيو، يعني الفريق جاهز ان شاء الله، نتمنى من الله يعني حنا بالنسبه لنا جاهز 100% ننتظروا اول مباراه بفريق الصفر، يعني ما عندناش مشكل، نتمنى من الله ان الجمهور ديالنا، وانا متاكد بان لو تفتح لي المجال فغادي يتبعنا لمدينه الزمامره. ومشكور يعني السيد رئيس عصبه سي بسام القصور اللي يعني عطانا يعني نلعبوا في مدينه الزمامره، نتمنى من الله يعني يتبعنا الجمهور بكثافه ويشجع ويضغط على الخصم، وان شاء الله احنا الواجب ديالنا هو ندخلوا عليهم الفرحه.